والمواجهة مستمرة إذن أعزائنا بين الغريمين الكبيرين لويس هاملتون الذي سجل أفضل زمن في هذه الفترة التي توقفت لفترة طويلة بسبب المشكلة التي اعترضت سيارة الأستون مارتن مع سيباستيان فيتل. ماكس فيرستابن في المركز الثاني، كارلوس ساينز وشارل كلير على الفراري في المركزين الثالث والرابع، بوتس بالمرسيدس خامسا، ألونزو سادسا، زميله بالفريق استيبان أوكون في المركز السابع، أنتوني جوفينازي ثامنا، لانس رول تاسعا، وبيير غاسلي من الألفا تاوري هوندا في المركز العاشر.